مرحبا بكم اعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الانجليزية للصف الاول متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم اليونت الثانية الدرس الرابع. عنوان الدرس ما التاريخ؟ قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغة الانجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الاول متوسط. نبدا بالدرس يونت 2 لسن 4 اليونت الثانية الدرس الرابع واتس ذا ديت؟ ما التاريخ؟ بالبداية يقول لي listen and read استمع واقرأ learn the rhyme. وتعلم القصيدة الغنائية منطيني قصيدة غنائية للاستماع يعني مجرد عبارة عن قصيدة غنائية يطلب من عندنا نسمعها وأقرأها فمجرد راح نسمعها ونقرأها وراح ننتقل للفقرة أو الأشياء المطلوبة من عندي من هذه الفقرة 30 days has September April, June and November All the rest have 31 Except February alone With only 28 days clear And 29 in each leap year بالبداية نستخرج هاي الكلمة ليب يير ليب يير هي السنة الكبيسة وراها يقول لي طبعا تعرفون ان السنة الكبيسة عبارة عن 366 يوم اما السنة العادية هي عبارة عن 365 يوم نانا راح يسألني الاستاذ سؤال بداخل الصف كتحضير يومي يقول لي how many days are there in one year كم عدد سنوات في السنة العادية فتقول له الجواب المناسب له تقول له there are 300 65 days هنالك 365 يوم في السنة العادية. يسألك سؤال آخر يقول لك how many days are there in the leap year؟ كم عدد الأيام في السنة الكبيسة؟ تقول له there are 366 days هنالك 366 يوم. إذا لحد الآن فقط المطلوب من عندك أن تحفظ جواب هاي السؤالين كتحضير يوم بداخل الصف. أما أستاذ مهم بالامتحان التحريري لا مو مهم فقط كتحضير يومي يسال الاستاذ كسؤال بداخل الصف ننتقل للفقره الثانيه يقول لي read these aloud اقرا هذه بصوت عالي then say all the dates on the calendar ثم قل جميع التواريخ في هذا الجدول طبعا طلاب قبل ما ابدي اشرح هذا الجدول راح اشرحه بشكل مفصل اكثر بموضوع اسم الاعداد الترتيبيه لكل عدد من أعداد اللغة الإنجليزية له عدد ترتيبي إحنا نعرف الأرقام 1, 2, 3, 4, 5 إلى آخره هذا اللي نسميه أعداد أو أرقام لكل عدد ال1 أو ال2 أو ال3 كل عدد من هذه الأعداد إلى عدد ترتيبي يقابله شنو هو العدد الترتيبي؟ ويستخدم العدد الترتيبي في التعبير عن التاريخ أو المركز إذا منتبهين للأستاذ من يدخل للصف اول شيء بالنص على السبوره يكتب انجلش اللغه الانجليزيه وراها على اليمنى ايش يكتب؟ يكتب التاريخ لكن ما يكتب التاريخ بطريقه تقليديه او بارقام يعني مثلا اليوم ايش قد بالشهر؟ اليوم 17 12 ما راح يكتب على السبوره 17 12 هذه ما مو صحيحه وانما راح يكتب 17 وياها تي اتش وراها ال 12 12 يا شهر شهر ديسمبر يكتب دي اي سي مختصر مال ديسمبر هذا العدد اللي كتبه وفوقه حرفي تي نسميه العدد الترتيبي العدد الترتيبي هو العدد الذي نستخدمه للتعبير عن التواريخ اذا اذا اريد اعبر عن تاريخ ما استخدم ارقام عاديه وانما استخدم اعداد ترتيبيه او مثلا انا دخلت المسابقه وفزت بالمركز الاول ايش راح يكتبون؟ ما راح يكتبون رقم واحد استاذ طه فاز برقم واحد، لا، راح يقولون فاز بالفيرست بليس بالمركز الاول ما يقولون بالمركز رقم واحد، وانما بالمركز الاول، المركز الاول نستخدم العدد الترتيبي للتعبير عنه، اذا عرفنا شنو الاعداد الترتيبيه، هي الاعداد اللي تستخدم للتعبير عن التواريخ والمراكز، كل عدد ترتيبي كمثال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره إحنا حاضرين الأرقام كل رقم يقابل عدد ترتيبي فرقم واحد يقابل first first معناها الأول اثنين يقابل second second معناها الثاني وهكذا ثلاثة third الثالث أربعة fourth الرابع إلى آخره fifth الخامس السادس السابع إلى آخره هذا العدد الترتيبي اللي قابله كلمة كتابةً. من الممكن أن هاي الكلمة الكتابة اختصرها فاني لازم اعرف كل رقم شنو العدد الترتيبي اللي قابله وشنو الاختصار مالته. يعني الفيرست شنو الاختصار مالته؟ رقم واحد اخلي رقم واحد واخر حرفين من عنده، شنو اخر حرفين؟ استي رقم اثنين شنو اسم العدد الترتيبي؟ سكند اكتب رقم اثنين واخر حرفين من السكن شنو؟ الاندي وهكذا ثلاثة ثيرد اكتب رقم ثلاثة بالاختصار واخر حرفين من العدد الترتيبي وهكذا. اذا هذا العدد الترتيبي الذي يقابله وهذا الاختصار. هذا الجدول طلاب للحفظ املاء ومعنى. ليش استاذ تريد من عندي اني احفظه؟ لان عندي كلش هواي صيغ متعلقة بي على مود كذلك نقدر نعرف شلون نعبر عن التواريخ باستخدام الاعداد الترتيبية. نرجع للمثال اللي ضربناه بداية الدرس اليوم 17 12 أقدر أقول 17 هو رقم الرقم اللي أنا راح أستخدمه هذا زائد آخر حرفين اللي هو تي ال اتش شوف لذلك العدد الترتيبي اللي استخرجته هو 17 اليوم السابع عشر من يا شهر من شهر ديسمبر اختصار ديسمبر أخذناها بالدروس السابقة دي اي سي هذه الطريقة اللي أقدر أعبر عنها عن التاريخ باستخدام الاعداد الترتيبيه والكلمه المختصره من الشهر، او اقدر اكتبها بعدد ترتيبي كامل، اقول it is seventeenth انه يوم السابع عشر، شوف سفنتيث كلها كتبتها of ديسمبر، السابع عشر من شهر ديسمبر، كل هنا اكتبهن ككلمه كامله كجمله كامله، مو كاختصار. اذا هاي الطريقه اللي نقدر نستخدم بها الاعداد الترتيبيه هاي يعني من ناحيه الاستخدام زين استاذ شلون تجيني بالامتحان انت قلت لازم تحفظ الجدول كله شوف طلاب عندي هواي صيغ متنوعه مثلا قال لي الواحد اس تي فاصله فرست شو سوى قال لي هذه الواحد اس تي مختصر مع الفرست زين ال4 تي اتش مختصر مع شنو اجي اشوف انا حافظ الجدول ال4 تي اتش مختصر مع شنو مال فورث فأكتب له فورث وهكذا قال لي مثلا 5th مختصر مال شنو مال 5th وهكذا حسب الجدول اللي انا حافظه ال 5th مختصر مال 5th او لا بطريقه ثانيه بالعكس يقول لي فيرست اذا ارد اختصرها صارت 1st هذه الفيرست اذا ارد اختصرها صارت 1st زين ال 10th اذا ارد اختصرها شو يصير ال 10th هي العاشر اكتب رقم 10 واكتب تي اتش أصبحت عندي اختصار Elements 11 الحادي عشر أكتب رقم 11 وأكتب تي اتش وهكذا إذا هذه ما يخص موضوع الأعداد الترتيبية إذا ترجعون للملاحظة السابقة منطين الجدول نفس الجدول أنا شرحته بشكل مفصل فهنا أنا من واحد يسألني يقول لي وين is your birthday متى هو عيد ميلادك فشو يقول له شو تجاوبه ما تقول له بالأرقام بعد تستخدم الأعداد الترتيبية تقول له my birthday is 28 في الثامن والعشرين of February من شهر فبراير أو أقدر أختصرها كتابة اثنين ثمانية عن ثمانية وعشرين أخلي تي وأخلي نقطة فب هي المختصر مع فبروري الشهر اللي أخذناهن والاختصارات مالتهم اذا أستخدم الأعداد الترتيبية في التعبير عن التواريخ مثل تواريخ عيد الميلاد تواريخ الأعياد الأخرى التواريخ اللي نستخدمها بالأيام العادية إلى آخره وكذلك بالتعبير عن المراكز إذا عرفنا شنو العادات الترتيبية وعرفنا أن هذا الجدول لازم نحفظه شلون يجينا بالامتحان وكذلك شلون نقدر نجاوب عنه الآن ننتقل إلى كتاب النشاط شو يقول لي؟ يقول لي draw lines ارسم خط from the numbers to the words من الرقم إلى الكلمة يقول لي كمثال هذا الواحد ST مختصر ما شنو؟ حسب الجدول اللي حفظناه هو مختصر مال فيرست فاوصل بكلمه فيرست وهكذا الاثنين ان دي مختصر مالشنو شنو مال السكند فاوصله بالسيكند الثلاثه ار دي مختصر مال الثيرد. الاربعه والتي اتش مختصر مال فورث وهكذا والخمسه مختصر مال فيفث وهكذا بعد ال13 مختصر مال 13 ال18 مختصر مال أيتين. الى 20 مختصر مال 20 ال 20 شوفوا هنا أنا طلاب احنا وصلنا لل 20 وتوقفنا 20 اقول 20 تي اتش اقول 20 زين اذا 21 اذا 21 شوفوا ركزوا وياي هذا ال 21 الواحد اللي هي مرتبه الاحاد ايش سميناها؟ سميناها فيرست اذا اذا اردت اختصرها ايش اقول؟ 21 واس تي فلما ما انا افك الاختصار ايش اقول اقول 21st الحادي والعشرين زين واذا 22 ايش تقولون هذا مرتبه الاحاد الثانيه ايش قد اختصرها سكند فاذا افك الاختصار ايش اقول اقول 20th سكند الثاني والعشرين وهكذا فهذه 21st ال21 او الحادي والعشرين هذا الاختصار مالتها 26 هذا الاختصار حيختصر وهكذا مثل ما طلب من عندي اوصل الارقام بالكلمات او الاعداد الترتيبيه لا انا اقول لي أني لازم لازم تحفظها كاملة مجرد يريد ينبهني اكثر انه انتبهوا انه مثلا الفور فورث لكن الفورتي فورتيث انتبهوا على هاي الكلمه طلاب الفور عدد الفور اللي هو رقم اربعه اف او يو ار اما الاربعين مو اف او يو ار تي واي لا هذا خطا لازم اليوت تنحذف هذه اغلب الطلاب ما ينتبهوا لها فالفورتي تكتب بهذه الطريقه اذا انتم تنتبهون من ناحيه الاملاء لحد الان هذا النشاط صفي احنا استعرضنا الصيغه اللي ممكن تجينا بالامتحان مستحيل يجيب لي اياها على شكل وصل لان هذه صيغه بسيطه جدا ننتقل الى تمرين رقم اثنين شوف هنا أنا يقول لك انت من تروح تقرا القصيده الغنائيه لازم تعرف كل شهر من هاي الاشهر اللي هي جانوري فبروري مارش ابريل ماي الى اخره عدد الأيام الخاص بي طلاب هذه معلومة خارجية أو معلومة أنت المفروض تعرفوها أنه شهر جنوري عبارة عن واحد 31 يوم بينما شهر فبروري فبراير عادة ما يكون 28 يوم وأما إذا كانت السنة كبيسة يكون 29 يوم هذا اليوم الفرق اللي راح يكون بشهر الثاني إذا كانت السنة كبيسة لذلك قلنا السنة كبيسة 366 يوم السنة العادية 365 يوم شهر مارس 31 يوم شهر ابريل 30 شهر ماي 31 شهر جون 30 هذني كلهن البقيه نفس الطريقه جولاي 31 يوم واوغست همينا 31 يوم شهر السابع والشهر الثامن 31 يوم البقيه 30 31 30 31, 31 شهر 12 31 يوم هذه مجرد معلومة خارجية كنشاط صفي غير مهمة بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي، مجرد لازم الطالب يعرف انه كم عدد الايام الخاص بكل شهر، اغلب الاشهر 30 31 30 31, 31 ما عدا الشهر الثاني عبارة عن 28 والسنة الكبيسة يكون بها 29 يوم، هذا كذلك نشاط صفي غير مهم، اما تبرير رقم ثلاثة يقول لي listen and write the birthdays شوف هنا المفروض نستمع المقطع الصوتي لكن لعدم توفر المقاطع الصوتية باعتبار المنهج الجديد خلينا المقطع الصوتي عبارة عن مقطع نصي يقول لك اكتب التواريخ الخاصة بجاك ياسر سارة سايمون التواريخ لأعياد ميلادهم فجاك قد شو كت عيد ميلاده جاك بيرث داي از 18th اوف مارس 18th اوف مارس ركزوا يا طلاب في ثامن عشر من شهر مارس اللي هو الشهر الثالث قال لي زين تقدر تختصر لي اياه سهله ال 18 شنو اختصارها 18 واخر حرفين اللي هو شنو التي والاتش من يا شهر تقدر تكملها من شهر مارس شنو اختصار شهر مارس مار وخلي نقطه نفس الطريقه مع ياسر شو وقت عيد ميلاده 21 of November في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر اكتب واحد 21 اخر حرفين الفيرست الاس والتي من يا شهر من شهر نوفمبر اختصرها وهكذا. ساره 22 اوف جولاي الثاني والعشرين من شهر جولاي 22 اندي وحرفي او ثلاثه حروف من شهر جولاي وهكذا مع البقيه. هذا كذلك مجرد نشاط صفي اريد يدربني على اختصار التواريخ مثل ما تعلمنا بالعادات الترتيبيه. مثلا سايمون 6 فبروري في السادس من شهر فبراير وهكذا آه سوزان في التاسع عشر من شهر أبريل في التاسع عشر من شهر أبريل وهكذا ورمزي في التاسع من شهر أوغست هذا التاسع من شهر أوغست اختصار شهر كذلك أوغست هذا ما يخص تمرير رقم ثلاثة اللي يدربنا على استخدام الأعداد الترتيبية والاختصار الخاص بها الآن ننتقل إلى تمرير رقم أربعة يقول لي ask your partner يقول لك الآن اسأل زميلك اللي بصفك then write the sentence ثم اكتب جملة تسأله تقول له شو كنت عيد ميلادك when is your birthday راح يقول لك كمثال يوم 15 اثنين 15 هي خامس عشر اخلي له تي اتش من الشهر الثاني اللي هو شهر يا شهر فبراير اختصره او اقدر افك الاختصار اقول له 15 of February في الخامس عشر من شهر فبراير اللي هو الشهر الثاني تريد تكتبه على شكل اختصار او تريد تكتبه بشكل صريح on my next birthday يقول لك زين انت بعيد ميلادك الجاي شو كنت عيد ميلادك الجاي مثلا اقول انا عيد ميلادي 31 31 اوف اوغست من شهر اوغست او اقدر اقول 31 اوف اوغست في الحادي والثلاثين من شهر اوغست زين. on فراغ next birthday my father uh, my next birthday عيد ميلادي آني فأقول أنا عيد ميلادي. زين ابويا أقول on his next birthday في عيد ميلاده القادم. أبي كمثال. أبويا عيد ميلاده كمثال يوم واحد واحد. أقول first of January وأكمل نفس الطريقة. أما my brother or my sister on her next birthday. عيد شو وقت اكتب التاريخ وكذلك بنفس الطريقة بالاختصار وافك الاختصار كذلك هذا النشاط نشاط صفي اللي يدربنا على استخدام الاعداد الترتيبية وكذلك المثال اللي بعده والتمرين اللي بعده يقول لي انا منطيك تاريخ اللي هو اول شيء منطيك الدي اليوم ومن ثم المانث الشهر تقدر تسوي لي على شكل مثل ما هو مسوي لي على شكل مختصر فاقول له 26 of 11 ال 11 الشهر 11 يا شهر احنا حفظنا الشهور بالتسلسل شهر 11 هو شهر نوفمبر فاقول نوفمبر وهكذا 13 4 اقول 13 اوف ابريل 21 2 اقول 21 اس بيا شهر فبراير 3 3 اقول 3 اوف مارس وهكذا الثاني اثنين وعندي من يا شهر من شهر ماي وهكذا هذا كل ما يخص تمرين رقم ستة كذلك تدريب أكثر على استخدام الأعداد الترتيبية هالمرة من طيني تواريخ ويريد نسويها على شكل أعداد ترتيبية هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم مجرد لاحظنا أن الدرس كله متعلق حول الأعداد الترتيبية اللي نستخدمها بالتعبير عن التواريخ عرفنا شلون تجينا بالامتحان شلون نقدر نجاوب عنها شلون نقدر نعبر عن التاريخ باستخدام الاعداد الترتيبيه بشكل مختصر او بشكل كلمات صريحه. حاولوا تكتبون هذه الملاحظات بالدفتر لانها مهمه جدا بالامتحان التحريري والدروس القادمه كلها متعلقه بموضوع الاعداد الترتيبيه. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجوده معكم على الشاشه.